لعل أكثر ما عاشه المقاولون والمستثمرون وأصحاب المشاريع الصغيرة أو المشروعات الصغيرة حسب البلدان هو ثقل المسؤولية وصعوبة الظرفية التي مررنا بها جميعاً أثناء فترة كوفيد-19، انعدام الاستشراف آنذاك لأنه لم يكن أي واحد فينا على علمه ودراسته وتجربته لم يكن قادراً على توفير أجوبة شافية بالنسبة للمستقبل، وكان لزاماً على الجميع آنذاك كل من خلال مشروعه الصغير أو المتوسط، وبالمناسبة لم أكن وزيراً آنذاك وكنت صاحب مشروع صغير آنذاك، كان لزاماً علينا أن نجد لأنفسنا طرقاً ومسالك تمكننا من التقدم يوماً بعد يوم. وقد أخذت على نفسي آنذاك أن أسجل نفسي في إحدى التكوينات عن بعد، ربما مثلي مثل عدد كبير منكم، اللي كان العنوان ديالها بالإنجليزية The Adjacent Future. ومن takeaways ما خلص إليه هذا التكوين هو عندما ينعدم الأفق وتتقطع السبل يجب التركيز على شيء واحد على الأقل، هو تلك الصفحة المباشرة من المستقبل القريب والقريب جداً The Adjacent Future. وعلى رائد الأعمال أو المقاول أن يؤكد في تصرفه، في ذهنه، في طاقته، أن يوجه كل هذه الملكات من أجل الصفحة الأولى من هذا المستقبل، وأن لا يفكر بالضرورة في الصفحات الأخرى. أقول هذا عندما ينعدم الأفق، وأنا من الناس اللي تقدموا طلبات من أجل قروض ولم يقبل القرض قبل أن أكون وزيراً بشهور فقط، والحمد لله العمل اللي قمت به في هذه المقاولة مكنها أنها توقف على رجلها بدون اللجوء إلى ذلك القرض. ففي يوم من الأيام بحالكم كنت حتى أنا قررت نبدأ واحد المقاولة، وكان القرار صعب جداً لأنه قررت نبداها في المجال ديال الاستشارة وديزاين ثينكين والأمور من هذا القبيل، وتسجلت في عدد من التكوينات ومشيت داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وهذه التكوينات لها كلفة، وليست كلفة مادية فقط، كلفة كذلك في الوقت، وأمام ضبابية المستقبل هل سينجح المشروع أم لن ينجح وإلى أي مدى. وعشت مثلكم ربما مسار ليس بالهين، أول صعوبة فيه هي الأسرة الخاصة أو العائلة، فمنهم من سوف يؤمن بهذه المغامرة ومنهم من لن يؤمن بهذه المغامرة، خصوصا إذا كنت في وضعية مريحة من قبل. ثانيا الصعوبة الثانية هي النفس، لأنه الشخص كيف ما كان نوعه تيكون عنده واحد الوضع اعتباري في المجتمع، واحد التقدير، واحد الولوج إلى عدد من المنصات والمنابر والأماكن، وهي تنتهي بمجرد ما تخرج من العمل ديالك اللي كيعطيك هذا الولوج وتبدأ المشروع شخصي.